شباب عراقيون رياضيون نظموا أنفسهم في ولاية تكساس الأمريكية وقرروا تشكيل فريق كروي لهم يمثل العراق بتكساس، فتكللت مساعيهم بالنجاح وأعلن عن تشكيل فريق اتحاد العراق الذي ضم أمهر اللاعبين وأفضل المدربين من أبناء الجالية العراقية استعدادا لخوض بطولات كروية في الولاية. المؤسسة العراقية الأمريكية للخدمات الاجتماعية هي مؤسسة تمثل الجالية العراقية في مدينة دالاس في التكساس، تمثلها تمثيل قانوني وتمثل الجالية بجميع جهاتها الاجتماعية والثقافية، ومن النواحي الآن دخلناها الناحية الرياضية. حنكون فريق يمثل الجالية العراقية في دالاس، وحيسجل الفريق بالسيتي اوف دالاس حتى نبدي نلعب الدوريات اللي موجودة بالدالاس فورت وورث. يعتبر أنه أول اختبار لاختيار الفريق الأول والفريق الثاني اليوم، وقدرنا أن نطلع من عندهم مجموعتين. أنا أتفائل بالمستقبل يكونون من ضمن الفرق المهمة واللي تقدم مستوى رائع. فكرة إنشاء الفريق الكروي هذا نالت إعجاب أبناء الجالية العراقية وتقدموا للانضمام إليه بأعداد كبيرة، فالملعب اكتظ باللاعبين الراغبين بالالتحاق بالفريق، فقد جاء بعضهم من مسافات بعيدة ليمثل العراق ويتواصل مع أبناء البلد. هذا الفريق راح يمثل الجالية العراقية ببطولات دالاس، دالاس مدينة كبيرة وياكو بطولات، وإن شاء الله نرفع اسم العراق، يعني وهذا اللي نقدر نسويه ونتجمع كالواعيب وكعراقيين، والله الموفق إن شاء الله. فريق حلو وفريق نقدر ننافس بالفرق وفريق نقدر نشيل اسم العراق عالي إن شاء الله. ما كان عندنا لياقة والكل كان تارك الكرة القدم يعني فترة طويلة، بس الحمد لله يعني تشوف إنه أكو في ناس لسه محافظة على الموهبة مالتهم، بس اللي يحتاج على أيام الجاية بس هو تمرين. بأحلامهم البسيطة وبإمكانياتهم المتواضعة استطاع هؤلاء الشباب من تأسيس فريق كروي متواضع على أمل أن يحققوا فوزا في البطولات القادمة. من مدينة أرلينتون بولاية تكساس الأمريكية، نشوان هاشم، العراقية الرياضية.